حتى من الان مو احنا بالنسبه عندنا اصلاح زراعي، البدايه اخذتها الدوله اصلاح زراعي، اخذنا عقود، اخذنا عقود بالمستثمر اعطتنا الدوله ونزلنا هنا اكثر من 70 سنه صار لنا. اكثر من 70 سنه صار لنا نازلين هنا. لا حد جانا ولا حد قال لنا لا سهل لنا، الدوله اعطتنا اياها لا بكيف ولا ابد. سيد رئيس الوزير وزير الزراعه ثبت هاي القريه قريه كامله وبها عقود زراعه، يعني عندنا هسه كل واحد عنده صوره عقد. ها صوره العقد يروح للزراعه يجددها كل سنه. تتجدد شو شقد عليها مبلغ؟ شقد يعطون؟ يعطي مبالغ مو بلاش. نعطي فلوس. اي فاحنا هسه بالنسبه لنا ها صار من ذاك اليوم لهاليوم شو؟ ها صار 20 يوم شهرين ثلاث اشهر يوميه جاينا مجموعه يابا هاي القاع مالتنا وعندنا سند. هذا ارسال، ارسال المساح، ارسال يشيل هذا الشارع يوديه هنا يجيب ذاك الشارع يحطه هنا. والله يردون من عندنا يشيلونا. اي يشيلونا ونروح. شاهد الله ورقيب وانا حاجه بيت الله رايحه. فلا عندنا بيوت من عاد هذا نجادي بيهن. فلا عندنا يعني لن ننتقل بيهن. ما عندنا. لو عندنا كان قلنا هاي هي. بس ما عندنا هي هاي هي هاي من زمان هي احنا قاعدين بيها. اني يعني حلف لك على روحي صار لي 21 40 سنه انا هنا ويا عيالي. صرت هنا. عندكم عقود زراعيه؟ عندنا عقود زراعيه صح. وهي تدفع العقود الزراعيه هاي القاع. وما حد متحرش بينا ولا حد له شغله بينا ولا عبيد غير هسه. هسه شو طلعت لنا يعني طلعت لقاع يقول اريدها. هذه القرية هي مشيدة بموجب قانون الإصلاح الزراعي 117 لسنة 70 ونحن متعاقدون مع الإصلاح الزراعي وعندنا سندات تثبت ذلك. والآن الملاكون بعد 45 سنة يدعون أن أرض القرية تعود لهم علما أنها تعود إلى وزارة المالية ويهددوننا أما بالرحيل أو شراء الأرض أو تهديم بيوتنا. فنحن إذا هدمت بيوتنا نموت ولا نقبل هذا. ولنا كل الخيارات مفتوحة حتى يسمع كل المسؤولين من رئيس الوزراء إلى المحافظ إلى مدير الناحية. احنا ما نبقى ساكتين، أما نموت أو نقعد بالشارع نجلس احنا وعائلنا بالشارع العام حتى يجدوا لنا حلا لهذه المشكلة.